السهم؟ شو مطلعش من غرفتي شبه؟ على وين العزم يا بنتي؟ في شيء كان من زمان لازم أسويه، تأخرت عليه وايد، واليوم لازم أخلصه يبا. زين بس عاد لا تبقي، خلصي أمورك ورجع عشان ترتاحين يبا. إن شاء الله يبا، مع السلامة. مع السلامة. اللي أتمناه ذرية زين بحياتي، بس اللي أتمناه أكثر إنها الذرية تكون من زوجتي هند. هذه الله وهذه حكمته، اللهم لا اعتراض. ويمكن الله سبحانه وتعالى كاتب لك ذرية من واحدة غير؟ ونعم بالله، توكل على الله والله ييسر أمورك إن شاء الله. بس أنا عندي شرط. أنا بكل شيء يتم بهدوء. ولا يهمك، وإن شاء الله عقب سنة ناديك يا أبو عبد الله. صدق اللي سمعت، ممكن تقولي له مره ثانيه؟ الله استجاب لدعاك وحقق لك اللي كنت تتمنينه من سنين. قولي مره ثانيه دكتوره، انا مصدقه. بصراحه انا ما حبيت اقول لك الا بعد ما اتاكد من كل التحاليل والفحوصات. ارد اقول لك يا هند مبروك انت حامل. سنين وانا عايشه على هالحلم، سنين انام واصحى علشان اسمع لك انتي حامل، انتي حامل. صدق يا دكتورة انا حامل؟ اي صدق حامل. واخذي هالادوية وخلي بالك عن نفسك خصوصا في هالفترة. الحمد لله على سلامتك يا أمل. يقولون كنت مرقلة في المستشفى. ما تشوفين شر؟ الشر ما يكون. بس انتي ما تحتاجين انك ترقدين في المستشفى، المفروض ان امك تقوم بالواجب. يعني حجاب واحد وما تحتاج لعملية؟ امك تعالج الاغراب، تخليك انتي تشفي البعيد وتخلي القريب. تفضل. استاذ عبد الله، منام موجوده. ابتسام خليته تفضل. ابتسام غريبه، شو مطلعك من البيت وانت مريضه؟ اقعد يا عبد الله، ابيك شوي. ابي ارفع قضيه يا عبد الله. قضيه على من؟ ابيك ترفع لي قضيه الطلاق عليك يا عبد الله. شوفي يا ابتسام، كل واحد ممكن يخطئ في هالعالم، في النهايه انا انسان مو ملاك. انت قطعت اخر خيط يربطني فيك يا عبد الله، واللي فقدتيه اغلى من دمي. انا مستعده اصالحك بكل شيء الا هالشيء يا عبد الله. وما اعتقد بفعلتك هذه خلت عندي الرغبه اني استمر مع واحد مثلك. Thank you.
اللي قاعد تسوينه هو الصح؟ هذا اسلوبك في حل المشاكل يا المتعلمه؟ على وين احترامك حق زوجك؟ وين احترامك حق العشره اللي جمعت بيننا؟ عمر العيش تحت سقف واحد ما تعني القرب يا عبد الله، كنت يمي وانت بعيد. صلوا على النبي يا جماعه، طولوا بالكم وذكروا الله. انا مصممه على اللي طلبته منك يا عبد الله. سمعيني زين، انا طلاق ما رايح اطلق، وابواب المحاكم مفتوحه قدامك، وتشوفي لك محامي ثاني يقتنع بقضيتك. ابو عبد الله. ايه ابو عبد الله، ليش مستغرب؟ الله استجاب لدعائك وبيخلي ذريتك مني. مبروك يا عم، انا حامل. ايه حامل، ولدك عمره شهرين. صابر طول هالسنين، ايش معنى هالوقت؟ هذه إرادة رب العالمين، احنا ما نقدر نعترض على حكمه. مبروك يا عادل، مبروك. لا تقولي لي مبروك، انا ما استاهل هالكلمة، ما استاهلها. ليش؟ ليش يا عادل؟ أنا ما كنت متوقع إنك تسمع الخبر مطر من الفرح. أنا ما كنت أعتقد إنك منتظر مني أي كلمة غير كلمة مبروك يا أبو عبد الله. الله يعلم كثر ما أنا سعيد بطير من الفرح، كثر ما أنا قاعد ألوم نفسي. تزوجت يا عادل؟ لا لا، بس لو متأخر شوي كان تزوجت سويت اللي قلت لك عليه، مو كذي؟ الحاج لحظات الضعف والأنانية اللي عشتها خلتني أقرر أتزوج. بس تشوفي ربك، تشوفي حكمته. الله سبحانه ما يبينا نفترق. اوعدك يا هند، اوعدك حبيبتي، اقول لك عادل اللي عرفتيه، عادل اللي حبيتيه. صدقيني يا هند، صدقيني يا ام عبد الله. اسمع، من اليوم ورايح مش كل شيء بالقانون. بس هذه طال عمرك البضاعة الوسيط فيها عمنا ابو مروة. القانون قانون يمشي على العود والصغير، وعمك ابو مروة مستغني عن خدماته. لازم تعرف ان عمك ابو مروة مرحلة وعدل، ومستقبلنا مع ابو سلطان. وانا تعلمت من هالتجربة اني لازم اشوف نفسي اول ومصالحي وبس. اسمع، تروح تقطع التكييف عن البضاعة، بضاعة مثلجة وساحت، ومن يفتحون ملفاتهم
لين يصكونه بظل الفاعل مجهول. كفو عليك يا بدر، كفو عليك. بهالعقود دي صارت قضيتي مضمونة. لا وهالشروط اللي بتظل سيف على رقابهم. طبعا الشاطر اللي يضمن حقه من البداية يضمن حقه على الورق. ما قلت لي يا بدر لوين وصلت قضيتنا مع تجار الجملة؟ ايه تجار الجملة. شوف يا طويل العمر، انت تدري ان طريق المحاكم طريق طويل. انا قاعد احاول كل جهدي اني اقنعهم يدفعون المبالغ على دفعتين، يعني خلال 6 شهور كل المبالغ بتكون عندك. لا يا بدر لا، يا الله يهداك ان شاء الله. ما يصير. ليش ما يصير؟ هما كل اللي طالبينه فترة بسيطة علشان يرتبون امورهم بس. لا احنا بعد ورانا التزامات، ورانا اشياء، حلالنا ما يصير كذي نقطه في السوق ونحط يدنا على خدنا الله يهداك. اسمع من باكر ترفع عليهم دعوة مستعجلة ونظهر فلوسنا من تحت الصخر. خلاص اللي تشوفه اللي تشوفه هو اللي يصير. يلا انا اذنكم. تفضل. من الصبح وانا اتصل فيهم لا حسان يرد ولا يوسف. ايه ساعات اذا ولدش تدلع او تشيطن عليك تاخذين على ساعة وتوسعين صدرك وياه وتشوفين نهاية لوين. الليلة خطبتها واضح ان كل شيء مخطط له وقاعد يصير بسرعه. ناديه ما بيدها شيء، هي وافقت حتى تضمن مستقبل دراسته. وما تضمن مستقبل دراسته الا بموافقتها على شخص ما شافته ولا عرفته. يا محمد كل شيء قسمه ونصيب، البنيه مو مكتوبه لك. وناديه قالت لي اقول لك حتى ما تتفاجئ وتسمع من احد ثاني. روحي وقولي لها مبروك، كل شيء متوقع منها وأكثر. أدفع عمري كله وعرش اللي يدور بينهم. اطمئن يا ابو سلطان واعشق الراحة، بضاعتك راح تطلع في وقتها. لا البضاعة اللي تنافس بضاعتك ما راح نطلعها لأنها اختربت. ايه اختربت، بضاعة مفلجة وساحت. شلون؟ ساحت؟ صدق كل شيء قضاء وقدر. ايه لا 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 مو بوايد عليك، لا هذه حقك. هذه بس علشان تعرف ايش كثر تقديرنا لك. طيب على خير. التاجر بيتعوض ثمن يعني مو مشكلة، بس أرباحها مو بمكتوبة له. كل شيء في هالدنيا فوزي قضاء وقدر.
صاير؟ وش فيها بنتي؟ على قد فرحتي اللي حاس فيها مو قادر راح بعيني في عين هند. يا عادل، ما اعتقد ان في بعد بلوى في هالدنيا اكبر من بلوتي. لو متاخر الحمل بعد شوي كان شاركتني حياتي واحده ثانيه. انا مو قادر اسامح نفسي، شلون فكرت في واحده ثانيه غير هند؟ وانا مو قادر اصدق ان هي بعد كل اللي قلته لها مو راضي تسامحني على خطا صار غصب عني. ربك كريم، ومثل ما انت شايف يا عبد الله، تتعقد من صوب تنفرج صوب ثاني. هذا الشيء علمنا ان الصبر نهايته خير. حاول وياها يا عبد الله مره ثانيه وثالثه ورابعه، لا تيأس، هذه زوجتك. وعارف شو اسوي معاها يا عادي؟ اخاف اتكلم ارتكب غلطه ثانيه تهدم كل اللي بيننا. أنا يا سارة بصراحة يعني قررت بعد تفكير عميق بيني وبين نفسي يعني إن مكتبي يعني الأمور كلها والأشغال تمشي مثل وضوح الشمس. أنت ما تبي تشتغل بالشمس، أنت حصلت اللي يدفع لك أكثر من بمرة. وأنا أقول لك خل كل شيء مثل الأول وارضى بالنعمة والأز اللي معيشك فيهم بمرة. سارة أنا عارفك زين، انت مثلي بالضبط، اهم شيء عندك في هالدنيا الفلوس، الفلوس وبس. وانسحابي انا من صفقات بمروه، انت الخسرانه قبل بمروه. اي نعم، وانت عارفه هالشيء زين. كل اللي اقدر اقوله لك انك بديت تمشي في الطريق ما ظنك تعرف له نهايه. بديت امشي بطريق ما له نهايه، المهم اني انا عرفت بدايته. انت ما تفكرين الا في نفسك وتفكرين في مصالحك وتدافعين عن نفسك. انت وحده ما تقدرين تعيشين على راتب سكرتيره ونصايحك وفريها لك. عصفور في اليد يا يوسف احسن من عشره على الشياره. عصفور وشياره وبيض وارانب، حديقة حيوانات، ها؟ حلوة، ها؟ عشق الراحة. المفروض واحدة مثلك تفكر شلون تكون بيت ويكون لها زوج تداري وتهتم فيه. من بعد اللي شفته منك ما ظلت عندي أي رغبة لا في زوج ولا في بيت. الشيرة يا عبد الله مهما كانت قوية وجذورها مضروبة في الأرض، بعد يبقي لها اللي يدريها ويرويها. مثل الجرح لازم تطببه وتداويه، لان كل ما هملته بيظل ينزف. ما غيرت رايها للحين، مصره. سبحان اللي غير ولا يتغير. أنا أقدر أرد هالبيت في أي وقت وبالقانون وبحكم الشرع، لكن لازلت أعتبر هذا البيت بيته ولك الحشيمة. الله يعلم يا ولدي، كان ولدي قبل أغمض عيني أكون مطمئن عليك. أنت تفتكر يا ولدي اللي قاعدين نشوفه يريحنا؟ عين ليش مصرة تركب راسي لهالدرجة؟ أعيد كلامي لك، أنا أقدر أرجعها بالقوة. حتى السيد يقدر يخلي عبده يخضع له، بس ما يقدر يملك مشاعره بالقوة. شوف يا ابتسام، قبل أكون زوج أنا الريال ولي كرامة وصبري لحدود وياك. طول عمرك تضغط على أعصابنا ونستحملك، تجرح كرامتنا ونسامحك، تطلب ونعطيك، الحين مو قادر تستحمل؟ ظهرنا الكلام بايع وياك يمه.
أنا في السيارة. شغلي انا اللي احرك واشيل واحط وامر، واللي يبي يشتغل معاي لازم يسوي اللي انا ابي. كلام اللي قاعد تقوله يا عمي يمشي على ناس وايد بس مو على يوسف خالد. خصوصا بعد ما حسبت مع نفسي واكتشفت اني صفقه خسران. ايش هالكلام يا يوسف؟ لا تنسى نفسك واعرف انت قاعد تتكلم مع مين. اتكلم مع عمي ابو مروه مهندس الصفقه. صفقتك معاي ربحان وصفقتي معاك خسران. انت صفقه خسرانه يا مروه. انت ايش قاعد تقول؟ مشي الامور اللي بيننا مثل اول يا يوسف، وانا بعتبر الكلام هذي لا صار ولا سمعته. علشان خاطر بنتي مروة بظل على احترامي وتقديري لك، لكن يكون في معلومك ولازم تعرف ان للصبر حدود. من اليوم ورايح ما بيننا اي مشاريع، واذا حبيت تتعاون معاي انا ما عندي مانع بس بشروط. تشرفني فيك يا عمي واعشق الراحة. عسى ما شرب ويخير. حياك داخل استريح؟ لا مشكور استاذ. ما علي براحتك براحتك. زين ابوي تحب نطلع ويا بعض نقعد محل نسولف؟ يا ريت. ان شاء الله بس ابدل ثيابي. يمكن الحين انت يا بنيتي تلوميني على اللي سويته، لكن بعدين بتعرفين اني ابي مصلحتك، واللي سويتيه كله راح يكون ماضي وبتنسينه بكره. الحين يا بنيتي هذا اللي يمك وهو مستقبلك وحياتك الجايه.
نصيحة عن صدري كابوس يطلع لي واحد ثاني. أنا ما صدقت إني أتخلص من الحبيب، بس من وين طلع لي رياض هذه؟ بس وين بيروح مني؟ اللي قدر يفرق حبيبين سهلة إني يفصل خطيبين. دقوة الواحد يعيش كم عمر، الواحد يمتلك كم احساس، الواحد ما يقدر يعيش الا مره واحده، وانا ما امتلك غير احساس بناديه. الحين عرفت اني ارتكبت غلطه وايد عوده. اي غلطه؟ كانت في يدي وطارت. بس هي طارت باختيارها، هي باختياري انا وباختياري اعرف شلون ارجعها. الحب الحقيقي يا محمد عمره ما يعلمنا نكره حتى اعدائنا، فما بالك الناس اللي كنا نحبهم ونودهم. خليها تحبك وهي بعيد عنك، احسن من تكرهك وهي وياك. انتقامك بيشوهك في نظرها، صدقني محمد. خليها تحس انها خسرت انسان كان يحبها، خليها تحس انها خسرت انسان يتمنى لها السعاده حتى وهي مع غيره. صدقت يا استاذ عادل، صدقت. كانت ليلة جمعة، وكانوا أهالي الديرة كلهم متجمعين في ديك الساحة علشان يشوفون كيف يتم تنفيذ حكم الإعدام في الفقير الشاطر حسن. الشاطر حسن الطيب اللي دافع عن الديرة في وجه المختار وجبروته وطغيانه، ومثل ما تعرفون وهو الوحيد اللي وقف وجه المختار. بعدك على كلامك يا شاطر. أنا طيب وكريم مع اللي يحب يظل بجناحه، وقاسي وعنيف أنا بعطي. أبغي جوابك النهائي قدام الناس كله. الشاطر حسن بظل طول عمر الشاطر حسن
راح تندم على شطارتك هذه. الإنسان في الحياة كل موقف، والموقف يبدأ الحين، راح تجد التاريخ. بعطيك فرصة أخيرة، فرصة أخيرة. تمام يا مختار. الشاطر حسن بيظل الشاطر حسن، بيظل الشاطر حسن.